الشرعية والحفاظ على الزمن التعليمي وضمان السير العالي للدراسة. والجميع بكل المكونات المطالبون الآن بالتحليل بالمواطنة تقتضي الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية عبر التفكير مع كل الأطراف في إيجاد حل متوافق عليه في إطار ديناميكية الحوار التي هي الآن بصدد التفعيل. وأن المواطنة كذلك تقتضي من الجميع التشبث بالمقاربة التشاركية والتواصلية التي تعتبر السبيل الوحيد لإيجاد حلول متوافق بشكلها من طرف كل مكونات المنظومة التربوية العاملة على المستوى الترابي، مع التأكيد على أن الحكومة عبر مقترحات واضحة تشكل جوابا أوليا على المطالب المعبر عنها، تؤكد رغبتها في التعامل والباء المستوى في هذا المجال في الحوار في إطار هذه المنظومة التربوية. إذا سمحتوا لي نلخص هذا الشيء كامل باش نركزوا على المعطيات ذات يعني الأساسية. المخرجات ديال الحوار اللي كان نهار الاثنين الماضي على مستوى السيد رئيس الحكومة بحضور السيدات السادة الوزراء المهنيين والسيدات السادة الممثلين النقابات ذات الصلة. الاتفاق الأول يتعلق بتجميد الأعمال بالنظام الأساسي. كيف شرحنا من قبل. النقطة الثانية تتعلق بفتح الباب أمام تعديل هذا النظام الأساسي في الحوار، لتأسيس الحوار ومؤسسته في إطار الإجتماع اللي فيها السيدات السادة الوزراء المهنيين وممثلي النقابات المهنية. المسألة الرابعة تحديد آجال 15 يناير السنة المقبلة كأفق للتوافق على المسودة الجديدة والتعديلات الجديدة اللي غادي تدخل في النظام الأساسي الجديد. النقطة الخامسة تحديد الآلية التنظيمية لتنفيذ هذا الاتفاق، وهي لجنة الميزانية بإشراك النقابات المعنية في إيجاد الحلول والتوافق بالتفاصيل على كل النقاط ديال الحوار. من الأجور ديال السيدات والسادة الأساتذة المضربين ابتداء من الشهر المقبل، وبخلال هذه الرسالة ديال هذه الاتفاقات والمنظومة ديال هذه الاتفاقات، الآن النداء موجه إلى السيدات والسادة الأساتذة والأستاذات إلى الالتحاق بالمدارس واستئناف العمل كمساهمة في إطار يعني تفعيل هذا الحوار وهذا الجهد ديال المقاربة التشاركية من أجل إيجاد حل متوافق عليه يكون في صالح كل المكونات ديال المنظومة التعليمية والتربوية على الصعيد الترابي وعلى الصعيد الوطني. وهذه الخطوات من طرف الحكومة التي معن إرادة حقيقية ورغبة أكيدة ديال الحكومة من أجل المضي قدما في الحوار الجاد والمسؤول. والمرحلة الحالية تقتضي من كل المتدخلين ومن كل مكونات الأسرة التعليمية التعاطي بإيجابية مع هذه الوضعية من كل من موقعه والتحدي بالحكمة والرزانة والمصلحة العامة وابتعاد كل ما من شأنه تشنيج الأجواء مع المزيد الوصول إلى آفاق ربما قد تكون آفاق لها تأثيرات مختلفة. وهنا النداء موجه
يمكنكم الى المنظومه على المستوى الفرعي لكتابه السيدات والساده الاساتذه والسيدات والساده المديرين والسيدات والساده رؤساء الجمعيات من امهات واباء تلاميذ واوليائهم كذلك في افق القاء المنصب الدراسي يعني والان السياسه الرياضيه المندوبه يجب ان تؤتي لها ويجب ان شاء الله العمل في السنه المقبله بعد التوافق وبعد العمل في اطار الحوار التوافق في ادخال حيز تفيد نظام اساسي جديد يكون في راعي كل يعني الاتفاقات التي سيتم اتفاق بشكلها بتفاصيلها بمعنى الان ان المرحله يتم الاتفاق على تشكيل العمل النظام الاساسي وفتح باب الحوار والاساس ديالو والعمل سيتم في اطار اللجنه المختصه التي سيتم يعني العمل بها باش يكون التوافق على التعديلات الجديده التي خصها تدخل في النظام الاساسي الجديد باش نتعداو على المرحله ونتبين جميعا للمرحلة المدرسة العمومية لكل المغاربة كي نحلموا بها وكي تبنوها باش وليداتنا جميعا يوجهوا للمدرسة المدرسة العمومية المدرسة ديال التحدي ديال المعرفة وديال التطوير. هذا في خصني المخرجات اللي كان ديال الحوار اللي كان هنا في استماع رئيس الحكومة لحضور الممثلين ديال النقابات التعليم الى ذات الصله. كنشكركم جزيل الشكر للحضور ديالكم هذا الاجتماع وسمحوا لنا الناس بانكم توجه لكم دعوه واحد الصوره يعني سريعه ولكن الظرف يجب ان يتعامل معه جميعا بالسرعه اللازمه حفاظا على الزمن الدراسي وحفاظا على يعني تدبير المنظومه التربويه في اجواء الظروف. شكرا لكم على الحضور والسلام عليكم.